اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه الكبيرين الاهلي والاسماعيلي. ازيك يا دكتور والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله واثق الخطوه يمشي مالكا. الحمد لله النادي الاهلي الفوز السابع على التوالي في صداره الدوري 21 نقطه. دايما الفوز المتتالي بيقلل دايما من عزيمه المنافسين، اللي هو المتنافسين معاك على الصداره. مهم جدا دايما الفوز المتتالي. النهارده النادي الاهلي كالعاده اقوى خط هجوم برصيد 19 هدف، اقوى خط دفاع استقبلت شباكه هدف واحد بس، كمان 6 كلين شيت من 7 مباريات، رقم كويس جدا. يمكن الشوط الاول فارق شويه، الشوط الاول عن الشوط الثاني، الشوط الثاني اتحسننا كتير. الفرق ان الشوط الاول احنا كنا رد الفعل للاسماعيلي، الشوط الثاني احنا الفعل، فده الفرق. في يمكن الاسماعيلي كمان تحيه للمدير الفني بتاعهم ادهم، كابتن ادهم السلحدار، عمل ستاره دفاعيه في وسط الملعب بشكل مميز جدا. يمكن ده كان المنظر بالظبط، الثلاثه على الثلاثه، همام ماسك اليو ديونج بيلعب عليه مان تو مان، اللي هي طريقه المان تو مان في وسط الملعب، وكذلك حسين الشحات وامان من دونجا ومن مخلوف محمد مخلوف بنفس الشكل ده. فنوعا ما مع ان احنا كنا رد فعل في الشوط الاول، يمكن النادي الاهلي اول مره كان يكون رد فعل تحديدا في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني مع الخنقه في وسط الملعب ديت ونزول لعيب بخبرات وليد سليمان، وبدانا نلعب على الاطراف والاطراف تشتغل بشكل كويس عشان تحل المشكله الترسانه الدفاعيه او الستاره الدفاعيه اللي كان عاملها مدرب الاسماعيلي في الشوط الاول، نجحت. النهارده استحواذ النادي الاهلي كان 56% مقابل 44% النادي الاسماعيلي. عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي 382 مقابل 209 للنادي الاسماعيلي. عدد المحاولات كمان بتاع النادي الاهلي اكتر، 13 محاوله منهم 3 صح، والنادي الاسماعيلي 7 منهم برضو 3 صح. يمكن النادي الاهلي فرق الخبرات، ودايما حتى ممكن ما يكونش الاداء الطب، ولكن الفريق الكبير هو اللي يعرف يكسب المباريات دي. دايما ان انت تكسب المباريات حتى لو ادائك مش 10 على 10 ولكن تحصل على 3 نقاط، ده الفريق الكبير. بصراحة هو ده، دي ميزة النادي الأهلي، وبيفكرني بالموسم اللي هو كان من موسمين مع كابتن حسام البدري، كان نفس النتيجة بالظبط، وليد سليمان مع الأهلي في مباراة الأهلي والإسماعيلي خلص في الدقيقة 91 وبدماغه برضه بنفس الستار على نفس الفكرة بالظبط. النهارده يمكن اللي تحية كبيرة برضه زي ما اتكلمنا على أداء النادي الإسماعيلي